بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة أول تدريب للأهلي بعد أجازة 6 أيام. كان الفريق واخد راحة سلبية بعد عدد من المباريات في بداية الموسم. جت أجندة أكتوبر عشان الفريق ياخد أجازة لمدة 6 أيام، ومن اليوم يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لأولى مباريات الدوري الأفريقي السوبر ليج، مباراة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في تنزانيا، لقاء الافتتاح. النهاردة الأهلي يستأنف التدريبات، تدريبات يومية حتى موعد السفر يوم الأربعاء المقبل. كمان غدا منتخبنا الوطني بإذن الله عنده مباراة ودية أمام منتخب الجزائر، مباراة قوية جدا، استعداد قوي جدا، خاصة بعد ما تعرف منتخبنا على قرعة كأس الأمم الإفريقية ومجموعة منتخب مصر في العاصمة الإيفوارية أبيجان مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. وبالتالي يبدأ روي فيتوريا ابتداء من لقاء الجزائر الاستعداد لبطولة الأمم والمجموعة التي وقع فيها منتخب مصر خلال منافسات كأس الأمم في الكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 14 فبراير. حلقة النهاردة فيها كواليس تفاصيل مهمة جدا. امبارح كنا قلنا خبر متعلق بقائمة الأهلي في السوبر ليج، والحمد لله الخبر عمل رد فعل قوي جدا في المواقع الرياضية، الكل خد مننا الخبر واتكلم على القائمة الرسمية اللي تم إرسالها إلى رابطة الدوري الإفريقي لخوض منافسات السوبر ليج. النهاردة كمان عندنا مفاجآت بخصوص مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، لكن عشان وقتنا نبدأ الحلقة بسؤال اليوم. وسؤال حلقة النهاردة، عايز حضراتكم توجهوا رسالة للاعبين والجهاز الفني قبل المشاركة في النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي السوبر ليج. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من رسائلكم للاعبين والجهاز الفني، خاصة أنها بطولة مستحدثة وإن شاء الله بإذن الله تكون أولى البطولات اللي تدخل لدولاب بطولات النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، زي ما الأهلي سبق لي قبل كده الفوز بدوري الأبطال، كأس الكونفدرالية، كأس السوبر الإفريقي، كأس الكؤوس الإفريقية، كأس السوبر الأفرآسيوي. الأهلي دائما وأبدا هو صاحب الرصيد الأعلى من التتويجات القارية والألقاب القارية، سواء على مستوى المنطقة العربية أو حتى على المستوى القارة الإفريقية. طيب نروح بسرعة لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة سيمبا. وفي الترند المحلي، طاقم تحكيم إماراتي لمباراة مصر والجزائر الودية. وفي الترند العالمي، ليفربول يبحث التعاقد مع ساني. بدري بدري قوي كده الحديث عن انتقالات يناير وأبرز الصفقات اللي ممكن تنضم، والنهاردة بدأ الكلام بخصوص سعي ليفربول للتعاقد مع ساني خلال الفترة اللي جاية. عموما نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأخبار والكواليس اللي معانا النهاردة في فقرة ترند ترند. يستأنف الأهلي اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في أولى مباريات الدوري الإفريقي لكرة القدم بطولة السوبر ليج اللي تم استحداثها خلال الفترة الأخيرة، وتقرر رسميا إقامة النسخة الأولى في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر. النهاردة بداية التدريبات بعد راحة سلبية لمدة 6 أيام منحها مارسيل كولر للاعبين وللجهاز الفني في ظل عدد من المباريات اللي استهل بها الأهلي مشواره خلال هذا الموسم. السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة في المملكة العربية السعودية، مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، مباراتين في الدوري العام، تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا نتيجة ارتباط الأهلي بلقاء في الدوري الأبطال بسبب تأجيلها نتيجة مشاركة الأهلي في السوبر الإفريقي. وبالتالي الأهلي حتى الآن لعب ما يقرب من حوالي 5 مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، وبيستعد إن شاء الله للفترة القادمة، وعندنا بطولة السوبر ليج في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر. النهاردة بداية التدريبات، والنهاردة الأهلي بيستعد في ظل غياب 17 لاعب عن قائمة الفريق في التدريبات اليومية لحين انتهاء الأجندة الدولية، والغيابات ما بين لاعبين في المنتخبات الوطنية في الأجندة بتاعت شهر أكتوبر أو لاعبين كان عندهم إصابات في الفترة الأخيرة وبالتأكيد عندهم برنامج تأهيلي لحين تماثل أحدهم أو جميعهم خلال الفترة اللي جاية عشان يشاركوا مع الأهلي إن شاء الله في المباريات المقبلة. فبالتالي العنوان الرئيسي النهاردة بالنسبة لنا إن الأهلي بيستأنف في التدريبات في ظل غياب 17 لاعب. إحنا لو بنتكلم عن ال 17 لاعب، أولا في 7 لعيبة في المنتخب الأول،
بجانب حمزة علاء لاعب الأهلي المتواجد حاليا في المنتخب الأولمبي. وبالتالي بالإضافة لذلك غياب علي معلول وأليو ديانج موجودين مع منتخبات تونس ومالي في الأجندة الدولية، وفي 7 لعيبة بيغيبوا عن التدريبات بسبب الإصابة واستكمال البرنامج التأهيلي: ربيعة، عاشور، ندفد، كريم فؤاد، صلاح محسن، عمرو السولية، محمود متولي. فقال الله في عون مارسيل كولر، يعني التدريب النهاردة الحد، الاثنين، الثلاث، بنتكلم تدريبات لمدة 72 ساعة في غياب 17 لاعب. نقدر نقول تدريب الأربع اللي الأهلي هيسافر بعد التدريب مباشرة إلى تنزانيا، ال17 دول ممكن يتم اختصارهم إلى ما يقرب من حوالي يعني 10 أو 11 لاعب، لأن هينضم 7 لعيبة من منتخبنا الوطني بالإضافة إلى أليو ديانج. لكن المصابين مش عارفين ممكن مين يتمثل للشفاء خلال الأيام القادمة، ممكن يلحق التدريبات مع الأهلي قبل السفر إلى تنزانيا، لكن المؤكد ال17 اللي غايبين هينضم منهم في تدريب يوم الأربعاء حوالي 7 أو 8 لعيبة، فبالتالي هيستمر غياب حوالي 10 لعيبة عن التدريبات قبل السفر إلى تنزانيا. علي معلول هيلحق البعثة في تنزانيا إن شاء الله، وهيصل قبل وصول الأهلي بحوالي 2 أو 3 ساعات، وده كان قلناه يعني المرة اللي فاتت في الحلقات السابقة. أليو ديانج هيرجع من البرتغال على القاهرة، هيلتحق ببعثة الأهلي بعد ما يؤدي مباراة منتخب مالي أمام المنتخب السعودي. لكن المصابين ربيعة يعني أتمنى أن يلحق التدريبات الفترة اللي جاية، إمام عاشور على فكرة هيكون موجود مع الفريق إن شاء الله في رحلة تنزانيا، هيكون في القائمة المختصرة ال23 من ال30، ولكن مشاركته من البداية من عدمها ده أمر يخص مارسيل كولر. ولكن على المستوى الاستعداد والتأهيل والشفاء من الإصابة، إمام عاشور بنسبة كبيرة جدا إن شاء الله هيكون موجود مع الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة. ده جزء متعلق باستئناف التدريبات. الحاجة الثانية، الفريق يوم الأربعاء هيتدرب صباحا بإذن الله، وهيسافر يعني في عصر يوم الأربعاء عشان يصل تنزانيا في المساء. رحلة القاهرة إلى دار السلام بتبقى حوالي مدتها رحلة طيران 5 ساعات 5 ساعات ونصف، فالفريق هيصل مساء يوم الأربعاء إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة، وهيكون رئيس البعثة الأستاذ طارق أنديل. والجهاز الإداري للأهلي خلال الفترة الحالية بيشتغل على كذا شق. أولا انتهى من الحصول على تأشيرات تنزانيا عشان الفريق هيسافر إلى تنزانيا الأربعاء اللي جاي، ولكن بعد مباراة سيمبا إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب لنا الخير ونكسب ونتأهل إلى السيمي فاينال، هتواجه يا اما ماموليدي سان داونز او بيترو اتلتيكو دي لواندا بطل انجولا. فما بين مباراه الاياب في 24 اكتوبر في القاهره ولقاء الذهاب سواء في لواندا في انجولا او في بريتوريا في جنوب افريقيا حوالي 4 5 ايام، وقت ضيق جدا. الجهاز الاداري نجح ان هو يحسم ملف التاشيرات الخاصه بالسفر اما الى انجولا او جنوب افريقيا. الناس تقول لي ازاي؟ لا، انت بتشتغل على ايا كان مين المتاهل، تاخد تأشيرات أنجولا وتاخد تأشيرات جنوب إفريقيا، الفرقة اللي هتكسب هتسافر عليها، يا إما تطلع على أنجولا يا إما تطلع على جنوب إفريقيا. لكن ما ينفعش مثلا أي حد بيشتغل في المهنة دي أو في الشغل الإداري ده عشان يبقى بروفيشنال لازم يشتغل على كل الأمور، أي توقع أكيد ممكن يحصل، فلازم تخلص تأشيرات أنجولا وتأشيرات جنوب إفريقيا. لو اشتغلت على تأشيرات جنوب إفريقيا مثلا وبيترو أتلتيكو وصل هيبقى الوقت ضيق جدا، لا قدر الله ممكن ما تلحقش تسافر. فالجهاز الإداري في الأهلي اشتغل بشكل رائع جدا على فكرة حسم ملف التأشيرات بالنسبة للدولتين سواء جنوب إفريقيا أو أنجولا، وده شغل رائع جدا بالنسبة للجهاز الإداري من خلال الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، اللي على فكرة هيسبق بعثة الأهلي ب 24 ساعة. يمكن في رحلة طيران يوم الثلاثاء اللي جاي حوالي الساعة 11 بالليل دي اللي هيكون عليها الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي، هيوصلوا إن شاء الله تنزانيا فجر الأربعاء، هيبقى قدامهم حوالي 10 12 ساعة يقدروا يحضروا كل الامور المتعلقه بحجز فندق والاقامه، الاوض، الاوتيل، التحركات، ملعب التدريب، كل ده بالتاكيد مع كمان غالبا هيكون فيه شيف يعني حد مسؤول عن اعداد وتجهيز الطعام للبعثه. فدي الرحله اللي هيستقلها الكابتن خالد بيبو مساء يوم الثلاثاء عشان يصل قبل بعثه الاهلي بحوالي 12 ساعه يحضر فيها كل الامور اللوجستيه قبل وصول النادي الاهلي. ده جانب تاني. الجانب التالت وهو متعلق بكأس العالم للأندية. دايما الحمد لله احنا عندنا في برنامج الترند كده خط معين بنشتغل عليه وربنا بيكرمنا وبيوفقنا فيه. كنت متواصل مع مسؤولين في السوبر ليج وقدرت احصل على قائمة الأهلي الرسمية
بخصوص المشاركه في الدوري الافريقي، وكانت القائمه 30 لاعب، وامبارح قلت لحضراتكم القائمه يعني الخطوط العريضه، اللاعبين الاجانب، الحراس المرمى، المصابين اللي موجودين حاليا في قائمه الاصابات، هل كولر هيستعين بهم في البطوله او ايدهم في البطوله وتم قيدهم. فكانت معلومات مهمه جدا، بالتاكيد كان لازم نقول لجمهورنا كل التفاصيل عشان ما يستجبش لاي اخبار غلط في الفتره اللي جايه لو البعض اجتهد وكتب معلومات خاطئه بخصوص قائمه النادي الاهلي، في ظل ان في كلام كتير بيتقال على بعض اللعيبه للاسف احنا بنقراه وبنتفاجئ بيه وبتبقى كلها معلومات مغلوطه دون ذكر اسماء اللاعبين يعني. ولكن انا بقرا موضوعات وعناوين على بعض اللاعبين، عناوين غلط جدا وموضوعات غلط جدا، فعشان كده كنت حريص ان انا اقول لحضراتكم قائمه ال 30 لاعب عشان الكل يطمئن ان القائمه بالكامل موجوده في السوبر ليج ومفيش نيه عن استغناء عن اي لاعب في الفتره الحاليه واحنا لسه في بدايه الموسم. طيب برضه حبيت اعرف كاس العالم للانديه، تواصلت مع مسؤول في اللجنه المنظمه في الاتحاد السعودي عشان اعرف الديدلاين المتعلق اولا بحاجتين، قائمه الفريق اللي هيتم تسجيلها لكاس العالم للانديه في ظل ان البطوله خلاص ان شاء الله احنا على اعتاب المشاركه فيها بعد اقل من شهرين، والزي الرسمي كل فريق هيلبس ايه، الزي الاساسي والزي الاحتياطي. قدرت احصل على ثلاث معلومات مهمه جدا، اولا النادي الاهلي الفيفا اختاروا واختار كل الفرق المشاركه من خلال اللائحه المنظمه للبطوله، اللي انت تكون موجود في الدولة المنظمة وتحديدا في المملكة العربية السعودية قبل موعد اللقاء الأول ب 72 ساعة، يعني الأهلي هيلعب يوم 15/12 في جدة مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي. الميعاد اللي الاتحاد الدولي عايزه من كل الفرق اللي هتشارك في البطولة قبل 72 ساعة من أول لقاء، يعني أوكلاند سيتي هيلعب 12/12 يكون في السعودية يوم 9/12، الأهلي هيلعب 15/12 يكون في السعوديه يوم 12/12. والامور دي على فكره اتشرحت في ورش العمل اللي تمت خلال الايام القليله الماضيه لما في وفود سافرت عشان تشاهد وتتابع اخر الامور المتعلقه بتنظيم البطوله، زياره ملعب المباراه، فندق الاقامه، ملاعب التدريب، ودي الرحله اللي كان فيها الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي من حوالي يومين ثلاثه في مدينه جده. دي نقطه، يبقى بالتالي الاهلي عنده مباراه مع اتحاد جده 15/12 او اوكلاند سيتي، يعني الاهلي يكون موجود في السعوديه بحد اقصى يوم 12/12، يفضل ان يكون قبل مفيش مشكله، لكن بعد 12/12 مش هيبقى الامور مظبوطه لان الفيفا عامل مواعيد محدده لكل نادي قبل موعد اول لقاء رسمي. دي نقطه. النقطه الثانيه وهي متعلقه بتسجيل القوائم، يعني الاهلي السنه دي بيسجل قوائم في بطولات مختلفه لان البطولات كتيره الحمد لله. الاهلي عشان يسجل قائمته في كاس العالم عنده ديدلاين يوم 30/10، 30 من الشهر الجاري هيسجل القائمة المبدئية، هيسجل القائمة المبدئية اللي هتشارك في كأس العالم للأندية. القائمة المبدئية في حدود حوالي 35 لاعب، القائمة المبدئية في حدود 35 لاعب. عندك فترة من 30 أكتوبر ل 6 نوفمبر، في الفترة دي تقدر تسجل القائمة المبدئية بعد اعتمادها من الاتحاد المصري، لأن ضروري جدا اللاعيبة اللي هتتسجل في القائمة المشاركة في كأس العالم للأندية لازم تكون مسجلة ومقيدة في قائمة الاتحاد المحلي. طيب امتى الميعاد النهائي عشان القائمه دي تعتمد ويتم اختصارها ل 23 لاعب؟ قائمه كاس العالم للانديه 23 لاعب بس، يعني الدوري الافريقي 30، بتختار من ال 30 في كل مباراه 23، ولكن في كاس العالم للانديه القائمه النهائيه 23 لاعب. اخر ميعاد لتسجيلها يوم 4 ديسمبر، 4 ديسمبر تختصر القائمه ل 23 لاعب، والاتحاد الوطني امامه مهله حتى يوم 7 ديسمبر لتاكيد قائمه ال 23 لاعب. يبقى بالتالي قبل السفر بخمس ايام الى المملكه العربيه السعوديه النادي الاهلي هيكون انتهى من تحديد قائمه ال 23 لاعب اللي هتشارك في كاس العالم للانديه. طب دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه وهي متعلقه بالزي الرسمي لكل نادي، انا حبيت اعرف الاهلي هيلبس ايه، اتحاد جده السعودي هيرتدي ايه، اوكلاند سيتي هيرتدي ايه. في شويه مفاجات حلوه هتبقى متعلقة بالزي الرسمي لكل نادي في البطولات. أولا الزي الأساسي للثلاث أندية لأن دول المعنيين بالمشاركة بالأدوار الأولى، أول مباراة 12/12، تاني مباراة 15/12، فحبيت أعرف أولا الزي الأساسي للثلاث أندية مفيش فيه أي مشكلة، مفيش فيه أي مشكلة. الزي الاحتياطي اللجنة المنظمة في الاتحاد الدولي غيرت الزي الاحتياطي للثلاث أندية. أولا الأهلي الزي الاحتياطي بتاعه الأسود، فمش هيلعب في كأس العالم بالزي الأسود، مش هيلعب في كاس العالم للانديه بالزي الاسود، هيلعب بالزي الاساسي لونه الاحمر، والزي الاحتياطي هيكون لون
يعني مفاجأة لحضراتكم إن شاء الله في كأس العالم. ولكن أعتقد الأهلي يعني صعب يغير الزي الأساسي في المباريات. اتحاد جدة الزي الأساسي بتاعه الأصفر في الأسود، فأعتقد مش هيتعارض مع لون الأهلي. كمان اللون الزي بتاع أوكلاند سيتي ما بين السماوي أو الأبيض، فمش هيتعارض مع زي النادي الأهلي. فالأهلي هيرتدي الزي الأساسي بتاعه اللون الأحمر. الزي الاحتياطي للأهلي في كأس العالم هيكون مفاجأة، هيكون مفاجأة. أعتقد النهاردة الشركة المصممة للملابس أعلنت عنه، أو أعلنت الزي الاحتياطي التاني للأهلي بعد الأسود، وغالبا ده اللي هيكون موجود إن شاء الله في كأس العالم للأندية. اتحاد جدة كمان عنده مشكلة ظريفة، هل يلبس الزي الاحتياطي الأبيض ولا يلبس الزي الاحتياطي الأسود؟ ده هيتحدد خلال الساعات اللي جاية. نفس الأمر الأوكلاند سيتي عنده زي احتياطي في اختلاف ما بين اللونين، فبرضه اللجنة المنظمة بتفاضل عشان تختار الزي الرسمي خلال الفترة اللي جاية. سألت طب هل الاستقرار على الأزياء دي بتبقى خلال قد إيه؟ قالوا لي إن الألوان دي أصلا المفروض تم الاتفاق عليها من شهر 9 اللي فات، ولكن الديدلاين لتأكيد الزي الأساسي والاحتياطي خلال شهر أكتوبر. فبأكد لحضراتكم إن الزي الأساسي للأهلي في كأس العالم اللون الأحمر، والزي الاحتياطي هيكون مفاجأة خلال الأيام القادمة، لأن ده اللون هيبقى لأول مرة الأهلي يلعب بيه في المباريات الرسمية. وفكرة إنه يلعب بيه في البطولة هتبقى بقى متعلقة بالمنافس اللي هيواجهه الأهلي في كأس العالم. ولغاية دلوقتي أنا مش شايف في تضارب في الألوان، سواء الأهلي لو لعب اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي. لما نروح لمرحلة بعد كده السيمي فاينل، هنعرف ساعتها بطل كوبا ليبرتادوريس أمريكا الجنوبية هيكون مين، هل هيبقى في تعارض ولا لا، ده هنشوفه الفترة اللي جاية. وكمان في نقطة تالتة، اللون بيختلف لو أنت صاحب الملعب أو المضيف، يعني أنت الضيف ولا المضيف، هنا بتفرق. لو أنت الضيف ممكن تغير، لو أنت المضيف أنت اللي بتستقبل الفريق اللي هيواجهك في هذه المباراة فأنت بتلعب بالزي الأساسي، ودي أمور بيتم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني. عموما دي كانت معلومات مهمة جدا كنا لازم النهاردة نتكلم فيها مع حضراتكم عشان تعرفوا كل التفاصيل من خلال برنامج الترند. طيب الحاجة الأخيرة وهي متعلقة بمنتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني يعني لعب مباراة ودية مع زامبيا وكسب 1-0 في الدقيقة 94 بهدف لحمدي فتحي، وبكرة عنده مباراة ودية ثانية في ختام المعسكر مع منتخب الجزائر. منتخب الجزائر منتخب قوي جدا، هو المنتخب الفائز بنسخة عام 2019 اللي اتنظمت في مصر، يمكن بيحافظ على القوام الأساسي ليه بنسبة كبيرة في الفترات الأخيرة. خرجت لعيبة دخلت لعيبة، ولكن الجهاز الفني بقيادة جمال بلماضي لسه هو المسؤول عن القيادة الفنية لمنتخب الجزائر. بنتكلم من 2018، يعني بقالنا 5 سنين شايفين منتخب الجزائر في استقرار فني، ودي نقطة على فكرة مهمة جدا بالنسبة أو على صعيد المنتخبات. لما يكون عندك استقرار فني في مدير فني موجود بقاله 5-6 سنين، فترة كبيرة جدا. الجزائر على فكرة في 2019 فازت بالبطولة، 2021 خرجت مبكرا وكانت مفاجأة للكل إن حامل اللقب يخرج من دور، أعتقد كان الدور 16، لأن أنا فاكر وقتها كانت الجزائر بتلعب الكوتديفوار ومصر واجهت الكوتديفوار بعد ما الكوتديفوار أقصت الجزائر على ما أعتقد يعني وقتها، أو ساعتها الجزائر خرجت من دور المجموعات حاجة زي كده يعني. فالجزائر خرجت بدري جدا في بطولة الكاميرون 2021. الجزائر دلوقتي عندها تحدي كبير جدا، أولا مش فكرة إن هي بتنافس على اللقب، لا، عايزة تمحي الصورة السيئة اللي حصلت في 2021 في الكاميرون، وبالتالي عاملة مجموعة من المباريات الودية. مباراتها بكرة مع مصر أنا شايفها هيبقى محك قوي جدا لمنتخبنا، أفضل من مباراة تونس. يعني لعبنا مباراة ودية مع تونس الشهر اللي فات خسرنا، وده منطقي وطبيعي انك بتجرب، وطالما المباراة مش هتأثر على التصنيف لو انت داخل على قرعة تصفيات او قرعة بطولة مهمة مفيش مشكلة، جرب واكسب او اخسر عادي جدا. خسرت من تونس، لكن داخل على الجزائر محتاج تفرد شخصيتك. الجزائر عايزة تعمل نتيجة، عايزة تحسن من التصنيف، عايزة تدي رسالة لكل المنتخبات المشاركة في كأس الأمم ان هي قادرة على استعادة الأمجاد اللي اتحققت في 2019. ومنتخب مصر مع روي فيتوريا عايز يبدأ يكتب عهد جديد في المباريات القوية، لأن خلونا نتفق أن روي فيتوريا منذ أن تولى المسؤولية ما لعبش مباريات كبيرة على المستوى الدولي إلا مباراة أو اتنين، منهم مباراة بلجيكا كانت في الكويت كسبها وكانت مباراة مهمة جدا لأن بلجيكا رايحة كأس عالم. المباراة التانية كانت تونس خسرنا وده وارد. المباراة الثالثة أنا شايفها على المستوى القوي أو مستوى منتخبات ذو التصنيف الأعلى منتخب الجزائر. عموما كل التفاصيل بقى وكل الاستعدادات اللي بيستعد من خلالها روي فيتوريا لمباراة بكرة
هنعرفها من زميلنا وصديقنا الأستاذ محمد مراد الناقد الرياضي والمنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني. مراد، مساء الفل وأخبارك إيه؟ مساء الفل عليك أبو حميد، وكل سنة طيب وبخير، وبرحب بكم كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي. أهلا بيك يا أستاذ مراد وتحياتي ليك، وأنا عارف إن بصراحة على المستوى الإعلامي أنت بتقدم مادة محترمة جدا لكل الزملاء وكل وسائل الإعلام، ولكن عايز أطمن منك بقى، منتخبنا بكرة بيستعد إزاي؟ وارد هل تحصل تعديل في التشكيل؟ هل ممكن نشوف عناصر جديدة في مباراة بكرة؟ الحضور الجماهيري، يعني كل التفاصيل بالتأكيد هنعرفها من خلالك. يعني الحمد لله اللعيبة ال 25 اللي موجودين في المعسكر محمد كلهم الحمد لله يعني جاهزين، ومفيش الحمد لله اي اصابات او اي كده، اللعيبه كلها جاهزه. اللعيبه كلها طبعا عارفه اهميه ماتش زي مباراه الجزائر، اكيد فريق من الفرق طبعا قويه والمنتخبات القويه في افريقيا، بطل افريقيا في 2019، فطبعا الناس كلها عارفه اهميه المباراه، واللعيبه عارفه اهميه المباراه، وعارفه ان ده اختبار قوي واختبار صعب، وان شاء الله يعني يحققوا نتيجه بكره ايجابيه ويظهروا بطوله كويسه ويفوزوا، ويبقى يعني طبعا حافز قوي قبل ماتشات التصفيات المؤهله لكاس العالم شهر 11، وبعد كده بطوله افريقيا في شهر يناير. اختبار صعب، وده الهدف من الوديات. محمد انت بتشوف ايه السلبيات عندك وبتعالجها، ايه الايجابيات عندك وبتحاول انت تزودها، وده اللي مستر فيتوريا بيعمل عليه. ان انت في ماتشات زي دي لما بتكسب يعني لعيبه او اثنين جداد على المنتخب، فدي حاجه مكسب للمنتخب طبعا الفتره اللي جايه. عندك لعيبه منتخب الجزائر طبعا منتخب كبير، عندك لعيبه طبعا منتخب كبير بتضم اسامي كبيره، صلاح، النني، تريزيجيه، الشناوي، زيزو، وعندك اكثر من لعيب، مصطفى محمد، لعيبه كلها كبيره وتقدر تحقق نتائج ايجابيه. وهم اللعيبه عندهم اصرار وعزيمه على محمد الحقيقه، يعني ان هم يظهروا مستوى، وعندهم اصرار وعزيمه كمان لبطولتهم افريقيا اللي هم عايزين يحققوها. يعني في ده الحياه بيضم لعيبه كبيره، لكن للاسف يعني ما فازوش باي لقب بطولتهم افريقيا، رغم ان هم وصلوا النهائي مرتين 2017 و2021، لكن ان شاء الله يتوجوا باللقب البطوله اللي جايه. بالنسبه للتذاكر يعني الحمد لله، يعني هو جانب الامارات مصاريف المباراه، والحياه بنشكرهم على الضيافه وعلى الاستقبال وعلى التنظيم. مأكدين من اول يوم ان يعني كان في حوالي 7 أو 8 ل 10,000 تذكره تم بيعهم في ماتش زامبيا، لكن الاقبال كان كبير جدا من اول يوم جينا فيه على ماتش الجزائر. ويعني لغايه النهارده يعني امبارح والنهارده يعني لا اقدر اقول لك ان الاستاد يعني ان شاء الله يبقى مختلف بكره عن اخره. التذاكر 95% نفذت، اللعيبه كلها جاهزه ان شاء الله، يعني اهم يعني معسكر يخطفهم ان شاء الله بفوز مهم بكره باذن الله، وفوز كبير على المنتخب زي الجزائر. طيب انت كلمتنا عن مجموعه من اللاعبين الكبار اللي موجودين في المنتخب، عايز اسالك على احمد حجازي. يعني انا كنت قريت تقارير في السعوديه بتتكلم ان اتحاد جده بيعد حجازي لكاس العالم للانديه، هل جهاز المنتخب متواصل مع حجازي؟ هل حجازي في امل يلحق كاس الامم الافريقيه مع منتخبنا يا مراد؟ يعني ان شاء الله بنامل ان حجازي طبعا يلحق يبقى موجود، ويبقى موجود في امم افريقيا. حجازي من اللعيبه الكبيره جدا جدا، وقائد من المنتخب يعني جوه الملعب وبره الملعب، والحقيقه يعني كان هذا المنتخب ومستر فيتوريا واتحاد الكوره كان حجازي شاف ان هو يعني انضم النهارده معانا، موجود في معسكر المنتخب النهارده كدعم للعيب، ان هو يبقى موجود النهارده معانا في المعسكر ويحضر ماتش الجزائر بكره كدعم للاعب اللي كان تعرض لاصابه قويه الفتره اللي فاتت في الرباط الصليبي. وكان نفس الامر يعني كان في تفكير ان في اكثر من لعيب ممكن ان هم كانوا مقدمين مع المنتخب الفتره اللي فاتت زي اكرم توفيق زي الونش، لكن طبعا ارتباط اللاعيبه دول بالتجهيز والاستعداد مع انديتهم يعني منع انهم يبقوا موجودين في المعسكر. فتم يعني حجازي طبعا زي ما انت عارف ان هو كده مش هيلعب لما مع اتحاد جده زي ما انت قلت في كاس العالم او في يناير، فالجهاز يعني استدعاه ولعيب كان في فتره التاهيل بتاعه، فما هو موجود في المعسكر كان هو من التكريم. واعتقد ان دي حاجه يعني الحقيقه حجازي جدا 2010 2011 لعيب من اللعيبه الكبار والمؤثرين في منتخب مصر من الفترات من 2011، يعني لعيب من اللعيبه الكبار، فيستحق وده تكريم يعني او يعني تقدير للاعب، ودي حاجه كويسه، شايفها لقطه كويسه من جهاز المنتخب واتحاد الكوره وكابتن حازم ان هم يفكروا في حاجه زي دي، ان هم يشوفوا اللعيبه اللي ليهم دور كبير جدا مع منتخب مصر ويبقوا موجودين في حاجه زي دي. فهو موجود معانا النهارده، وصل النهارده للدوحه كده وهيحضر ماتش الجزائر بكره، وان شاء الله نتمنى ان هو يرجع ويبقى اضافه للمنتخب
مع عبد المنعم ومع جونس موجودين، وبقى عندك اكتر من لعيب في المركز ده، وياسر ابراهيم وعلي قبط. فان شاء الله في الاول وفي الاخر محمد ده مصلحه منتخب مصر، يبقى عندك اكتر من 5 لعيبه في اكتر من مركز جاهزين، دي حاجه تكون حاجه كويسه لمنتخب مصر وحاجه تريح الجهاز الفني ان هو باذن عنده الله. اكتر من بديل كده. يعني اكيد هيكون في مساحه وقت يقدر يلحق كاس الامم اكيد يا مراد باذن الله. يعني ان شاء الله، ان انا شاء الله. يعني انا ما اتكلمش، بس ان شاء الله اتمنى يعني واحد زي حجازي لعيب كبير جدا جدا، ومنتخب الحياه محتاج لعيبه رجاله زي حجازي ولعيبه كبيره زي حجازي، ان شاء الله يبقوا موجودين باذن الله في ويلحقوا كلهم افريقيا باذن الله. طيب عايز اعرف تعليق فيتوريا على قرعه الكاس الامم الافريقيه، واكيد انتوا تابعتوها عبر شاشات التلفاز وشفتوها بعد مباراه مصر وزامبيا، يعني مصر معاها غانا الراس الاخضر موزمبيق. جهاز المنتخب بشكل عام رايه ايه في القرعه؟ وكمان نقطه تانية كمان مهمه لا تقل اهميه عن فكره اللي انت هتلعب مع هذه المنتخبات في البطوله، انت هتلعب في ابيجان، انها هتلعب في العاصمه برضو، دي كناحيه اداريه او لوجستيه ممكن تكون كويسه لمنتخبنا يا مراد. يعني بالطبع يا محمد، يعني طبعا القرعه يعني انت معاك منتخب غانا، منتخب من المنتخبات الكبيره واللي بتنافس على اللقب زي ما انت عارف، وبيضم لعيبه الكبار، نفس الامر موزمبيق وراس اخضر وكاب فيردي، لعيبه برضه من منتخب من المنتخبات اللي برضه اللي عندهم لعيبه كتير جدا محترفين في اوروبا ولكن طبعا زي ما مستر بطولي قال لك يعني احنا جاهزين، واي بطوله طبعا هتقابل فرق صعبه ومنتخبات كبيره، واللي عايز يفوز باللقب طبعا بيبقى مستعد وجاهز، والحمد لله يعني هو الكلام الحمد لله كله ايجابي على المنتخب وعلى اللعيبه وعلى طول. محمد يعني لما بتيجي سيره اللعيبه يقول لك اللعيب المصري من افضل اللعيبه في العالم الحقيقه استيعابا، ولو ركز او عايز يعمل حاجه بيعملها، وعنده الامكانيات ان هو يبقى يعني يبقى عندكم اكثر من لعيب صلاح ومنه. فان شاء الله باذن الله يعني المنتخب جاهز واللعيبه كمان جاهزه، واللعيبه عندها اصرار يعني غير عادي الحقيقه ان شاء الله يحققوا بطوله افريقيا بعد ما وصلوا نهائي مرتين. فالجيل ده لازم زي ما قلت في الاول، الجيل ده محتاج بطوله، وهم عندهم اصرار يعني من تريزيجيه صلاح، كل اللعيبه دي عارفه اهميه بطوله افريقيا، وان شاء الله يتوجوا بيها وان شاء الله يتاهلوا كمان لكاس العالم. ان انت تلعب في ابيجان فدي حاجه كويسه طبعا، كان موجود الاستاذ شعبان بطاوي كان موجود في كوت ديفوار في القرعه، وده يعني تفقد الملاعب اللي هي تدريب وملعب المباراه والفنادق، فالحمد لله يعني في اشاده كويسه بالملاعب، ولكن هيبقى في زحام كبير جدا هنا في المدينه بناء على التقرير اللي هو قدمه للجهاز المنتخب، لكن في جميع الاحوال هيبقى افضل من الكاميرون يا محمد، يعني الكاميرون اكيد يعني ما كانش ليه اصعب منها امكانيات طبعا. ربنا يكرم والمنتخب ان شاء الله في الاول وفي الاخر ايا كان المكان ان شاء الله يتوج بالبطوله ويرجع بالبطوله ان شاء الله. فرق شاسع يا مراد ما بين جروه وابيدجان، يعني لا موضوع مختلف تماما. الله يكون في عون اللعيبه والله، يعني وجهاز المنتخب يعني امكانيات صعبه قوي، وده هرجع واقول لك برضه ده التخبط اللي فيه الاتحاد الافريقي بقاله فتره، ان انت تعمل بطوله مع احترامي لدوله الكاميرون، ما تعمل بطوله زي دي ما فيهاش امكانيات تعملها في دوله الكاميرون. التخبط اللي موجود في تحديد مواعيد الماتشات في دوري ابطال افريقيا او السوبر الافريقي او ايا كان، يعني تحس ان في يعني الفتره الاخيره في يعني تخبط وفي عدم نظام كده زي زمان، فده يعني الناس بتهاجم اتحاد الكوره او بتهاجم نادي المسابقات او رابطه الانديه، ولكن الدوري عندك منتظم برضه، الحاجات دي كلها مرتبطه بالاتحاد الافريقي اللي بيحدد لك مواعيد المسابقات قبلها بشهر، يعني انت في الدوريات الكبيره او في اوروبا تحديدا بيبقى محدد لك المواعيد من شهر 6 هتلعب يوم ايه والتوقفات امتى والكلام ده كله، لكن في تخبط. الاتحاد الافريقي بيحدد لك. طبعا عايز اقول لك في تخبط تاني جاي بس ما تستعجلش عليه قريب. في تمام. تضارب هيحصل كبير قوي الفتره الجايه في حدثين مهمين جدا في الفتره اللي جايه كمان. طيب سؤال اخير، بكره الماتش الساعه 7 بتوقيت القاهره يا محمد صح؟ 7 بتوقيت القاهره، 8 بتوقيت الامارات ان شاء الله على السكه، وطاقم تحكيم اماراتي. طاقم تحكيم الامارات ان شاء الله باذن الله. زميلنا وصديقنا الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات بخصوص منتخبنا الوطني وقرعه كاس الامم ومباراه الجزائر غدا، هتبقى مباراه مهمه جدا اكيد كلنا هنكون حريصين على متابعتها عشان نطمئن على منتخبنا في الفتره اللي جايه. فاصل ثم نواصل. النهارده في الترند الآلي والمحلي والعالمي تفاصيل كتيرة جدا، ما بين كل ترند والآخر تفاصيل مختلفة، ولكن ترند الآلي فيه كلام مهم عن استعدادات الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني، نطلع نتابع آخر أخبار الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند، والبداية هتكون من ترند الأهلي. البداية في ترند الأهلي بتدريب الأهلي. النهارده الوطن الرياضي بيتكلم على إن في غياب لـ 17 لاعب عن تدريبات الأهلي استعدادا للدوري الإفريقي، ودي الجزئية اللي بدأت بيها الحلقة النهارده
ان في 17 لاعب غايب، 7 لاعبين في المنتخب الاول، شناوي، ياسر، هاني، كوكا، منعم، الشحات، مروان، بجانب غياب حمزه علاء في صفوف منتخبنا الاولمبي، وغياب معلول وديانج مع تونس ومالي، بغياب 7 لاعبين ايضا كمان بسبب الاصابه، ربيعه، امام عاشور، نيدفيد، كريم فؤاد، صلاح، محسن، السوليه، متولي. وبالتالي النهارده كولر هيكون معاه ما يقرب من حوالي 11 12 لاعب من الفيرست تيم، الفريق الاول، وممكن يطعم الفريق بعدد من لاعبي قطاع الناشئين، عشان على الاقل يعني لو عمل تقسيمه او تدريبات يكون في فرقتين، فيكون العدد مناسب لاداء اول التدريبات. الفتره اللي جايه هيستمر ده على فكره لغايه يوم الثلاث، وبدايه التجمع هيكون الاربع قبل السفر الى تنزانيا. كوره بلس، موعد انضمام معلول الى معسكر الاهلي لمواجهه سيمبا في الدوري الافريقي. بيقولوا ان معلول سيغادر من اليابان بشكل مباشر الى تنزانيا، وسيصل قبل ساعات من وصول بعثه الاهلي استعدادا لمواجهه سيمبا. ده مصدر في الاهلي للكوره بلس، والكلام ده احنا الحمد لله يعني اتكلمنا عليه من حوالي اسبوع، وقلنا معلول هيطير في رحله من طوكيو الى تنزانيا، ولكن الرحله مش مباشره، هيكون فيها ترانزيت في ابو ظبي، ينزل ابو ظبي يستنى حوالي ساعتين ثلاثه، ويستقل الرحله من ابو ظبي الى دار السلام عشان يصل ظهر يوم الاربعاء ان شاء الله في رحله قد يعني تستمر حوالي من 19 الى 21 ساعه. سبورت 360 مصريه بيقولوا ان في اختبارات بدنيه لامام عاشور لتحديد امكانيه سفره مع الفريق يوم الاربعاء في اطار استعدادات النادي الاهلي للعب مباراه الذهاب ضد سيمبا يوم الجمعه القادم. امام خلاص هو في الرمق الاخير زي ما بنقول كده في لغه الصحافه، او في الايام الاخيره من البرنامج التاهيلي، يقدر يشارك في التدريبات على يوم الثلاث او الاربعاء. هل كولر هيستعين بيه في المباراه؟ ده امر يخص مارسيل كولر، ولكن وارد جدا ان يكون مع الفريق في رحله السفر الى تنزانيا، لان في النهايه انت عندك 30 لاعب هتختار منهم 23، حتى لو مش هيبدا اساسي وارد جدا كولر يحطه على الدكه، لان الدكه هيكون فيها 12 لاعب. لك الحق في 5 تغييرات، ولكن انت الدكه عندك 12 عكس كاس دوري الابطال افريقيا الدكه بتبقى 9، لا في السوبر ليج 12 لاعب، فليه لا؟ ممكن يحطه على الدكه، ولو احتاجه في المباراه ممكن يشارك وممكن يدفع بيه في وقت معين حسب رؤيه كولر. كمان كوره بلس بيتكلموا على موقف الثنائي كريم نيدفيد وصلاح محسن في فحص طبي ليهم قبل المشاركه في التدريبات استعدادا لمباراه سيمبا. الفحص الطبي النهارده هو اللي هيحدد موقفهما من المشاركه في التدريبات، يعني وارد جدا ان اقرب اثنين يرجعوا للتدريبات الجماعيه كريم نيدفيد وصلاح محسن. النهارده الفحص الطبي هو اللي هيطمنا يقدروا يشاركوا بكره ولا الجهاز الفني والطبي يستنى عليهم شويه، لكن نيدفيد وصلاح محسن دول اقرب اثنين لعيبه ممكن يلحقوا بالتدريبات قبل سوليه ومتولي وكريم فؤاد. طيب نروح كمان لحساب كوره بلس وبيتكلموا على رامي ربيعه. هل رامي ربيعه في ظل الاصابه اللي عنده يقترب من اللحاق بمباراه الاهلي وسيمبا ولا لا؟ مصدر في النادي الاهلي للكوره بلس قال لهم ان رامي ربيعه بيقترب من اللحاق بمباراه الاهلي وسيمبا في الدوري الافريقي، وهيحسم موقفه بشكل كامل في تدريب اليوم. يبقى النهارده في 3 لعيبه هيتحدد موقفهم، رامي ربيعه، وهي اصابته كانت من فتره قريبه عكس نيدفيد وصلاح والسوليه ومتولي، لكن رامي النهارده مع كريم نيدفيد وصلاح محسن هيتحدد موقفهم من التدريبات. ويمكن احنا معاكم في الحلقه، ولكن لسه الفريق ما بداش التدريب، لان التدريب حوالي الساعه 6، يعني بعد حوالي ربع ساعه. طيب نروح لكوره 11 وبيكلموا ان بقياده 30 لاعب كولر يعلن قائمه الاهلي لمواجهه سيمبا التنزاني في السوبر الافريقي. احنا امبارح اتكلمنا عن القائمه وقلنا ان القائمه بلا مفاجات، كل اللاعبين المقيدين في الاهلي موجودين في القائمه. هي التركيه الصغيره اللي ممكن البعض كان يسال عنها، الاهلي عنده 4 حراس مرمى، والقائمه ال 30 بيقولوا تبقى 3 حراس مرمى، هل الاهلي سجل 3 ولا سجل 4؟ الاهلي سجل 4 حراس، وباقي القائمه بشكل عادي واعتيادي جدا. ال6 لاعبين الاجانب موجودين، كريستو موجود، احمد نبيل كوكا وكريم الدبيس من العناصر الواعده الصاعده من قطاع الناشئين تحت السن موجوده في القائمه مع كريم الدبيس، وقصدي مع كريستو، لان كريستو اللاعب الاجنبي رقم 6 وهو مقيد في 2003 فمقيد تحت السن لكن موجود في القائمه. في انطونيو موديست موجود، رامي ربيعه موجود، السوليه، متولي، نيدفيد، صلاح محسن اللي مصابين بقالهم فتره موجودين. فالقائمه بلا مفاجات وتم ارسالها للجنه المنظمه في التوقيت المحدد. طيب الوطن الرياضي النهارده بيتكلم على ملف الراحلين، وقالوا ان الراحلون عن الاهلي في يناير مفاجاه ثنائيه. مين المفاجاه الثنائيه؟ بيتكلموا على محمد عبد المنعم ومحمد مجدي قفشه.
مش عارف يعني فكره ان ملف الراحلين يعني الفتره اللي جايه هتبقى فيها مفاجاه. قالوا ان منعم عايز يحترف فوارد يمشي في يناير، وقفشه اللي جدد على بياض، بصوا اللي جدد على بياض بيفكر انه يمشي. ليه يا عم؟ قال لك اصل كولر ما بيدفعش بيه في التشكيله الاساسيه في ظل اعتماده على امام عاشور فبيفكر يمشي. انا في اخبار بقول لكم يعني ايه ما ينفعش اعلق عليها كتير، بس الايام بتثبت لكم وتكشف لكم الواقع، الفرق بين الواقع والحقيقه والخيال في فرق كبير جدا، ده في اتجاه وده في اتجاه تاني خالص. في اخبار بتبقى في اتجاه الخيال ممكن من اللي احنا شايفينه دلوقتي، وفي اتجاه من الاخبار الواقعيه الحقيقيه، دي قليل جدا لما تقراها في السوشيال ميديا او تشوفوها في المواقع الفتره الحاليه. لا تعليق. طيب اليوم السابع برضه من الحاجات الغريبه جدا، الاهلي يبدا خطه تحصين الشناوي وعبد المنعم من الاغراءات الخارجيه. يا جماعه والله العظيم محمد الشناوي ما عنده مشكله مع النادي الاهلي في اي شيء، لا تجديد ولا تعديل ولا اي حاجه. يمكن الشناوي كابتن الفريق، مش عايز اتكلم على انه من اقرب الناس سواء لجهاز الكوره او للجنه التخطيط، كابتن الفريق يعني مش عارف الناس ليه بتتخيل حاجات عكس الواقع. يعني لو سالوا الشناوي مش هيقول لهم الكلام ده، بلاش الشناوي، اسال جهاز الكوره، اسال لجنه التخطيط، مفيش مشاكل على فكره، يعني تحديدا الشناوي كمان مفيش مشاكل. طيب محمد عبد المنعم لسه باقي في عقده سنتين، الناس حسمت انه ماشي في يناير، وعبد المنعم اساسا في اتجاه انه يبقى في تعديل ويعني زياده المده المتبقيه في العقد، بدل ما يبقى سنتين يبقى 4 سنين وتعديل العقد، لان منعم حاليا انا شايفه من افضل، مش انا بس اللي شايفه، على المستوى الرسمي حتى قطاع الكوره ولجنه التخطيط وكل الناس اللي بتفهم في الكوره، عبد المنعم من افضل اللعيبه اللي موجودين في خط الدفاع على مستوى القاره الافريقيه واساسي في منتخبنا الوطني. ولكن مواقع في ظل الاجنده انا عارف بيبقى فيه راحه شويه، مفيش ماتشات مفيش احداث، فتبدأ تتكلم على الموضوعات اللي ممكن تعمل ترافيك، قرايه، مشاهده. طيب عموما هنا بقى مش الراحلين، لا اللي جايين، يعني الصفقات اللي ممكن الاهلي يبرمها. الوطن بيقولوا ان 3 مهاجمين جدد بالاهلي في يناير، كولر يحسم الصفقه. الكلام على فكره ان في 3 لعيبه معروضه على الاهلي الفتره اللي جايه في الهجوم، دون ذكر الاسماء يعني، ولكن خبر موجود على الوطن الرياضي. عموما في جلسه هتجمع مارسيل كولر مع لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب قريب جدا على فكره، وارد جدا يعني اذا ما كانتش الاسبوع ده ممكن تبقى بعد مباراه السوبر ليج، عشان تحدد احتياجاتك في يناير، لان انت كمان محتاج تشتغل عليها من بدري. الناس تقول انت لسه عامل صفقات في الصيف، احتياجات في يناير مهمه جدا. ليه احتياجات يناير مهمه؟ اولا انت داخل على، مش هتكلم عن كاس عالم انديه خلاص، كاس عالم الانديه النهارده قلنا المواعيد، اي صفقات هتجيبها في يناير مش معاك، لان كاس العالم الانديه في شهر 12، فانت يناير ده انتقالات هتبقى مهمه عشان حاجتين، تكمل الدوري، تكمل الدوري وتستعد وتكمل دوري ابطال افريقيا اللي هيتلعب منه 4 مباريات في دور المجموعات في شهر 11 و12، فانت التركيز كله من بعد يناير على الدوري العام واستكمال دوري ابطال افريقيا. ففي جلسه قريبه جدا مع مارسيل كولر عشان احتياجات يناير، سواء بقى مهاجمين، لاعبين في مراكز اخرى، ده هنشوفه في الايام اللي جايه. طيب حساب يلا كوره، وكان في تصريحات مهمه امبارح لداني جوردون رئيس الاتحاد الجنوب افريقي والمسؤول في الاتحاد الافريقي لكره القدم على فكره، ومستشار لرئيس الكاف، اتكلم على بيرسي تاو، وقال بيرسي تاو ما عندوش مشكله مع هوجو بروس على فكره، وما عندناش مشكله كاتحاد جنوب افريقيا مع بيرسي تاو، وقال هو وموسيماني حققوا نجاحات كبيرة في مصر وفتح الباب أمام اللاعبين الجنوب إفريقيين أن يتواجدوا في الفرق المصرية. ده كان كلام مهم جدا من داني جوردون رئيس اتحاد جنوب إفريقيا. طيب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في، أو مش السؤال، الرسالة اللي طلبناها من الجمهور للاعبين والجهاز الفني قبل افتتاحية السوبر ليج. محمد خليفة بيقول كل أمنياتي أن النادي الأهلي يحقق اللقب لأول مرة، بس ده محتاج شغل كبير قوي من المنظومة كلها، لعيبة وجهاز فني وجمهور، بطولة في 21 يوم فقط بمقابل مادي جيد جدا، إن شاء الله نوصل ليوم 11-11، واحد من أعظم أيام النادي الأهلي وإحنا أبطال السوبر ليج، اللهم أنصر الأشقاء في غزة وفلسطين. أستاذ رمضان، كونوا على قدر المسؤولية كعادتكم وحاربوا بروح الفانيلة الحمراء حتى تعبروا الموقعة بعد الموقعة وتحققوا اللقب الأول كما هو معتاد من أبناء الأهلي الأبطال. محمد، الأسد يزأر في أي مكان أي زمان،
الأهلي المرعب برجاله يستطيع أن يحصد أي بطولة مهما كانت الخصوم الأولى يا أهلي، ليفتخر التاريخ بالأهلي. طيب ده كان كلام مهم جدا بخصوص المشاركات واللي طرحناه على الرسالة اللي ممكن يوجهها الجمهور للاعبين والجهاز الفني. عايز أكد لحضراتكم كمان وإحنا في ختام الحلقة، بكرة إن شاء الله بإذن الله عندنا حلقة خاصة من برنامج الترند، وزي ما انتم شايفين على الشاشة ده التنويه على البيجات والصفحات الرسمية لقناة الأهلي على السوشيال ميديا. غدا إن شاء الله حلقة خاصة من الترند في الساعة 5 مساء عن بطولة الدوري الإفريقي السوبر ليج، كيف كانت الفكرة، نظام وقواعد البطولة، كل المواعيد، الملاعب، الأطقم التحكيمية، لوائح البطولة، الكلام ده مش هتسمعوه ولا تشوفوه في أي مكان إلا من خلال شاشة قناة الأهلي. وبما إن الفرقة خلاص خلال 48 ساعة أو 72 ساعة هتتجه إلى تنزانيا لافتتاحية السوبر ليج، في حفل افتتاح هيحضره الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي بكلمة مهمة جدا من جياني إنفانتينو وباتريس موتسيبي، بكرة إن شاء الله هنستعرض كل الكواليس وكل الملفات المتعلقة بالسوبر ليج خدمة لجماهيرنا في كل مكان، عشان كالعادة إحنا دايما بنبقى حريصين نقول لكم المعلومة من مصدرها من خلال شاشة قناة الأهلي. وأنا في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وفي الانتظار غدا في حلقة مهمة جدا عن السوبر ليج. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.